مشاهدينا اليوم رح نبدي حلقتنا بمواضيع الطب والصحة مثل ما عودناكم دائما. اليوم رح نبدي مشوارنا الصباحي جولة حلوة ويا واحد من المراسلين الموجودين بكل محافظات عراقنا الحبيب. طبعا جولزان انتي ملاحظة دائما لما تكون اكو جولة ببداية الحلقة يعني احنا همنا يصير عندنا نشاط وحيوية اكثر، ولما نروحون اماكن بيها اكل ومطاعم وريوق هاي بعد انسي الموضوع، هاي لازم ورا يعني الله نروح مكان بالضبط. الله يسامحهم يشهونا على الاكلات الطيبة اللي خلونا احنا نجوع، واحنا عندنا ساعة انه برنامج ونقدم شغلات حلوه وصوره حلوه للمشاهدين، لكن مو مشكله. اليوم راح نبدي صباحنا من السليمانيه اللي سحرت الناس باجواها وطبيعتها الخلابه مع الزميل مخلد. يسعد صباحك مخلد. صباح الخير عليك مخلد. صباح الخير، صباح الخير عليكم، صباح الخير على متابعي ومحبي قناه دجله الفضائيه. طبعا الكلام انتم تحكون به تقولون انه احنا نشلع قلبكم، صحيح ان نشلع قلبكم، واليوم راح نشلع قلبكم بالطبيعه وجمال الطبيعه. الله. وبس دا تمطر بهاللحظات اثناء احنا بدنا نسوي اللايف لقناه او لبرنامج صباح دجله اللي نصبح به على كل العراقيين وكل اهلنا في بلدنا العزيز. أكيد. فعلا طبعا الاشجار والطيور بدنا نشوفها ونشوف همين القاع يعني شويه دا تمطر اكو مي مبين انه مطر، الاجواء كلش حلوه. واهم شيء الخضار، احنا ذاك اليوم شفنا هذا الضيف اللي عندنا من نمسا نفس الخضار والله العظيم كريسينا تتذكرين. الخضار هيك يعني يخلي الواحد حرفيا نفسيا يرتاح. فاليوم احنا شنو انت الله يخليك انه ما راح تجوعنا بس راح هيك تفتح نفسيتنا من الصبح. بالضبط، هو شغلتي اليوم ان شاء الله هتحت نفسيتكم ونفسيه المشاهدين ان شاء الله بمشاهده. هي طبعا هاي الكل يعرفها، اللي جالس اليمانية يعرفها، الباخ قشتي اللي هي صايره قريب او قبال البوابه مال السوق القديم المولوي. صحيح. هي من اشهر واقدم الحدائق اللي موجوده او المنتزات اللي تاسست عام 1937 بسليمانية. طبعا هاي متنفس لأهالي المدينة، متنفس للسواح اللي يجون بيها. تقريبا مئات الأشجار، بيها أنواع كثيرة من الطيور، بيها مكانات يعني بحيث تخليك أنه تتحسين بأنه الطبيعة خصوصا مع الصباح تكون الأجواء مختلفة. يعني هنا أكو مسوين بيت للطيور وحاطين الأكل والشؤ مالتهم، وتقدر أنت تجي بكل يعني هيك تساهم بأنه تعطيهم الحنطه او تعطيهم الاكل. شوف بارو سبحان الله، ما مو قصدي حبايب، يعني استمتاع بالطبيعه، استمتاع مع هاي الكائنات، استمتاع بجمال هاي الطبيعه. طبعا مخلد طبعا انا راح اقاطعك عفوا بس انا اذا اشوف اكو بيت يعني هيك مسويه، هذا مسويه للطيور؟ اي هذا بيت خاص للطيور، احد اهالي المدينه تبرع به وسواه. أيه. وهذا حلو. موجود، ويمكن اذا اشوفكم اياه من الخلف الطيور شلون قاعده به. أيه. وهسه قبل شويه انا يعني وزميلي المطور عدنان يريدون يبنون عش، فيدورون على هذا القش وال أيه. والعوادين الصغيره، وهنا بعد شلون محضرين لهم منا يساهم يساعدنا المصور بهذا البيت مالتهم من الداخل يعني من الخلف حتى حلو. الناس تستمتع كلش شلون عشتيتهم الفكره كلش حلوه صراحه. طبعاً فعلا طبعا اي طبعا هاي مو بس هاي، هنا اكو اشجار او اكو طيور يعني قليل نسمع بيها، يعني طيور أيه. بريه مرات تجي لان هاي كلش قديمه وكلش الاشجار بيها معمره، يعني بيها ما يصل عمرها الى 100 سنه 60 70 سنه. وحتى انواع الطيور اللي سالت اللي هي مسؤوله من بلديه سليمانيه سالتهم قالوا اكو انواع اسمها المينا، السنونو، حتى الهدهد والبغبغاء اللي يعني نادر ما واحد يشوفه تقدر يشوفه هنا بهاي الحديقه. وحتى محضرين اكو بهاي الاشجار الكبيره محضرين اعشاش او مسوين اقفاص، هاي الاقفاص خاصه لهم، يعني يجون مثلا اكو طيور يجون ما يجون موسميه يعني بالربيع او بالخريف، يعني حتلقي مكانها موجوده هنا. ناهيك عن انه اكو اشياء كثيره تجي المواطن من يجي مثلا خصوصا الصبح، طبعا هاي مفتوحه على مدار الساعه، يجي الصبح يجي العصر مثلا واحد جاي من الشغل تعبان يجي يرتاح هنا يستنشق اكسجين نقي 100%، يعني مكان شلون يبعث بالامل بالحيويه خصوصا الصباح. طبعا هم هنا ايضا مشكورين بلدية سليمانية خلال العام الماضي سووا إعادة تأهيل وترميم إلى هاي الحديقة،
أضافوا أشجار جديدة، أضافوا شتلات جديدة، إضافة إلى أنه السياج الخارجي أيضاً رمموا وعدلوا وبنوا كافتيريا. هاي الكافتيريا صغيرة داخل ال 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 المنتزه. طبعا هاي الكافتيريا اللي ميزها حلوة انه شكلها على شكل محطة قطار او العربة مال القطار. نعم. فيها عربتين او ثلاثة هي الكافتيريا بداخلها، وامامها ايضا ان يجون الناس تقام بعض مرات الحفلات او شلون نقول الناس تلتقي بيها، يعني يحبون يغيرون جو، يشربون قهوة شاي يفطرون. حتى يعني يمكن للصور هواية يحبون انه يأخذون صور غريبة مثلا، حتى انه ممكن يستغلوها همين بهذا الشيء. بالضبط. وخلاص هذه الحديقة بيها مثلا مكان للمشي او الاشخاص اللي يحبون رياضة، يعني بيها مثلا اجهزة رياضية طبعاً. او مثلا مكان للمشي. هسه انا ما راح اخذك على الكافتيريا، حاخذك على مكان بالرياضة وبمكان للاطفال يلعبون به. هاي اللي عشان نقول العاب مال الاطفال. أيه. اللي موجودة يعني بي كل فئات المجتمع، اللي يريد يقعد يقرا. انا كنت اشوف هسه قبل قليل يمكن سبحان الله كانت بنيه هي وابوها خطيلين بدت الامتحانات. أيه. فقاعد يقريها وقاعدين بالحديقه والفارشين الكتب مالتهم. احلى شيء طبعا. لازم على مود تستعد للامتحانات لين بلشت الامتحانات النهائيه لهذا العام. طبعا هاي هسه هاي منا حشوفكم اياها من بعيد الكافتيريا واخذكم بعدين للالعاب. هاي الكافتيريا على شكل شلون نقول العربات القطار، وحولها موجود المقاعد والمكان اللي يقعدون به، وايضا الحديقه، واكو مثل المسرح مرات يصير مثلا مهرجان او احتفال او يعني مناسبه. يعني بهالحديقه مركزين على كل شيء حلو للشباب للناس، يعني شيء كلش حلو، الرياضه والكافتيريا والمهرجانات، العوائل يعني يتونسون. احنا بالضبط بالضبط. يعني هسه حنروح هنا هاي الالعاب مال الاطفال، يعني كل وحده قسم طبعا. نعم. قسم هنا الالعاب مال الاطفال، وكلي قدام الالعاب الرياضيه، يعني اجهزه مثل هذا مال المشي او مال العضلات، يعني صيحة هوائيه او دراجه ثابته مثبتيها بالارض، وانت تقدر تمارس الرياضه مالتك عليها وقت ما يعجبك، تجي الصبح تجي العصر تقدر تلقيها موجوده جاهزه وانت تلعب. مخلد خلي هالمره احنا شويه نجوعك، تخيل بهالاجواء الحلوه والخضار، نجيب جدريه دولمه ونقعد هاي القعده وناكل هاي الدولمه الحامضه. الله مخلد ايش قد حيكون هسه المشاهدين اللي راح يجوعون. انتوا هسه تدمروني، لان انا اليوم ما ردت احكي على الاكل، بس انتوا جبتوا الاكل فحلو. والاجواء شيء مال اكل والله، يعني قعده واكل مكان والله. هسه على الاجواء هسه دا احس شنو، يعني واقف ودا ينزل المطر هيك ناعم ينزل عليه. الله. بارد ونسمه حلوه. وتحسين هسه مثلا تجيبين تفرشين هسه مو مال غدا، بس دا اشرح لك انا حتى اشرح لكم واشرح تفرشين الريوق الجيمر والكاهي والجبن والشاي الحار، وتقعدين بوسط هذا المكان وتستمتعين وتحسين انت ملكه زمانك. بالضبط. يعني اكو احنا هسه نشوف شلون الاطفال مستمتعين ودي يشوفون ال يعني مثل ما يشوف المشاهد. هذا المكان مخصص فقط للاطفال. نعم طبعا مخلد، يعني هذه الاماكن اللي بيها يعني العاب للاطفال، يمكن هي الامهات يعني تطمح انه دائما هذا المكان يكون يعني مأمني، انه اكو مثلا خلينا نقول القاعه تكون شويه لينه، ما تكون مثلا من غير شيء انه واحد ممكن يتاذى. نشوف الالعاب همين مرتبيها بطريقه كلش مهمه، وهذا يمكن احسن شيء، لانه انت لما تطلع تحب انه تتونس، فلما يروح الطفل يلعب انت تاخذ راحتك اكثر. بالضبط. اكيد بالضبط بالضبط بالضبط. هو مسوين فد يعني شلون نقول مكان الاطفال واحد حتى ما يزعجون مثلا. أيه. اللي قاعدين في مكان عام مثلا، اللي يريد يقرا مثلا ذاك الجانب ياخذه ويقرا، يمكن هذول طلاب قاعدين هنا هم ما صارنا. طبعا اكو شغله طبعا احلى اجواء الطلاب هسه يقرون بها، يعني كلش حلو الخضار والاكسجين والاجواء. أيه. اي هو 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 يعني هي قلت لك كل الفئات تلقيها هنا، تلقين الطفل، تلقين الشباب، تلقين العائلة، تلقين الأصدقاء موجودين يلتقون هنا ويشربون مثلا قهوة ويسمعون فيروز وكذا. هل صرت قريب على الكافتيريا، خلي أشوفكم إياها شلون صاير. طبعا مخلد الحلو بالموضوع أنه أكو ناس من الصبح
لهم واهس انه يجون للحديقه يغيرون جو، لان مثل ما تعرف يتريقون بالضبط. يعني احنا دائما يمكن فاهمين انه على الغداء نطلع للبارك او العصر، بس ممكن همنا يتريقون ليش يعني مكان خاصه شباب الوقت ما بيهم حل يقعدون من الصبح، فهم زين قاعدين ويغيرون اجواء حلوه. والله لو ما والله لو ما الامتحانات ما حد يقعد. حلو هذا يعني بدنا نشوف هذا الممر اللي انت بيه هسه، خلت حاطين شمسيات يعني هذه الفكره كلش حلوه. اي فكره كلش حلوه، وهذا التسليم موجوده تنتشر بكثير من مناطقنا السياحيه في بلدنا العزيز. كثير اكو من العوائل اللي جايه مثلا من بغداد، جايه من باقي المحافظات. يمكن نعم. نقدر هنا اذا سمح لنا الاخ. السلام عليكم، صباح الخير. شوي ممكن وياك فد سالفتين. صباح الخير، شلون الصحة؟ من يا محافظة؟ من بابل. يا اهلا وسهلا، من بابل جاي لهنا. أيه. شنو رايك بالاجواء؟ والله الاجواء حلوة، احنا دائما نجي لهنا نغير جو، ناخذ لنا سكوشي. زين نظيف وحلو الجو، يعني هادي جهالنا تتونس. اي اول مرة تجي لو جاي؟ دائما نجي. تجي اي. يعني شلون شفت بصورة عامة الترتيب التنظيم ما يحتاج، هي الصورة توضح. أي. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا غاتي، مرحبا. هاي هذا الاخ مثل ما شفتوا جاي من محافظه بابل العزيزه، وهم ويا عائلته وايضا نختار هذا المكان على مود يكون له مكان لتغيير الجو والراحه، ونفس الوقت لشؤون الاستمتاع بالاجواء، الاستمتاع بالمكان، الاستمتاع بالخضار، الاستمتاع بجمال الطبيعه اللي موجوده هنا. طبعا يعني ام خلد عاشت ايدهم، حتى احنا نشوف يعني الحديقه كلها نظيفة مرتبة. صح. الجو مالتها كلش حلو، يعني حتى الواحد اللي ما يحب مثلا يطلع لازم يروح على هذه الحديقة، لأنه حتى مكان الريوق ده نشوفه كلش حلو، حاطين أجواء بالضبط. كلش مميزة وحلوة. مخلد اليوم الجولة فعلا كانت حلوة، بس هذه جولة همنا تذكرنا أنه احنا لازم ناخذ جذر الظلمة ونروح للحديقة. أكيد. شكرا لك مخلد على هذه الجولة، إن شاء الله الجولات الثانية أيضا تكون كلش حلوة. شكرا لوجودك ويانا. شكرا لك.